عامل بشكل مختلف بعض الشيء مع مساحة كبيرة نتمنى انها تزيد ويكون ليها اثر على الاقتصاد. وده اللي هعرفه من دكتور جلال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي. دكتور جلال تحياتي لحضرتك. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ دكتور جمال. والتعامل مع ما تراه على الشاشة في مردود اقتصادي كيف ترى؟ طبعا المردود الاقتصادي مهم جدا بالنسبة للانتاج الزراعي، خصوصا انه مصر بتواجه طبعا يعني ندرة في الموارد المائية والموارد الأرضية. المشروع ده طبعا يمثل يعني قفزة كبيرة في أو محاولة لإخراج القطاع الزراعي من يعني وضعه القديم إلى وضع جديد فيه أحدث التكنولوجيات. المهم إن احنا يعني نتابع المشروع، مهم المتابعة، يعني كويس إنه المشروع تم افتتاحه، لكن مهم جدا متابعة المشروع وتحقيق أهدافه، لأنه الأهداف على رأسها طبعا الأمن الغذائي، يعني نمرة 2 الصادرات الزراعية، نمرة 3 استيعاب أكبر قدر من الكتلة السكانية في الوادي القديم، نمرة 4 التصنيع الغذائي والزراعي. الأربع أهداف دول هم الأهداف العليا اللي المشروع يجب أنه يساهم بهم بكل قوة، لأنه الزراعة القديمة أو في الوادي القديم ابتدت يعني تتضاءل شوية وضعها. احنا السكان في مصر بيتزايدوا بمعدل كبير، هي المعادلة معروفة بالنسبة للجميع، لكن من وجهة نظر حضرتك لتحقيق الأربع أهداف الأربعة أهم من بعض ومهمين زي بعض بشكل كبير وصعب حتى أن احنا نرتبهم يعني بالمهم فالأهم، من وجهة نظر حضرتك إيه الأخطاء اللي يجب تلافيها لكي يتم بالفعل التعامل مع حلم زي ده تحقق جزء منه لكن المردود منه يجب ان هو يكون في استمراريه زي ما حضرتك قلت، ايه الاخطاء اللي يجب تجنبها تماما؟ الاخطاء اللي هي يجب ان نتلافاها فعلا تتجسد في مشروع تشكي. مشروع تشكي لازم ناخد منه الدرس بقوه، لانه مشروع افتتح في 97 وما زال حتى الان يعني لا يمثل اي قدر من النجاح. وهو طبعا المحاوله انه